واحد مصوب براسه طاقتين، وديته ورجعت لقيت جماعه الشغب كظوني بالتقاطع مال التربيه، كظوني يظل يغلطون اول مره علي وش اسمه يقولوا شلون نشيل هذول المتظاهرين، والفاظ يعني مو بذيئه يعني يغلطون على المتظاهرين. طاحوا على السياره دق بالبلوك بالدونكيات كسروا السياره، جام الورق كسروها، وهاي جامهم طقوها. هنا نحن بالنسبه لنا كل شيء بامر، يعني بعيد عن حاله التظاهر، حالتنا انسانيه. لا ما تعاونوا ويانا يعني بهذا الخصوص، ما تعاونوا ويانا يعني. ليش؟ لان احنا بيوم صارت الحالات الاستثنائيه بحالات فضل الشغب هم يسمونها، احنا اول الناس اللي تضررنا سواق الاسعاف والاسعافات بصوره عامه، شعبه الاسعاف فوري بصوره عامه بالبصره. قاض اذا حالته بسيطه هنا ما نخلي يروح المستشفى وغير مكان، هنا نعطي اكسجين او ابره او كذا ونرجعه. وايد نقلتوا حالات؟ والله كلش وايد. اليوم لا بس ذاك اليوم كلش واي طايحين، قالوا تعالوا لنا احنا صوبنا طبينا همنا داوينا كم واحد بيهم، ثاني يوم احنا نا طبينا خويا ما كظونا بالسياره فلشوا سياره علينا ونزلونا كتلونا. انا وصلت للجريح وصلت للجريح، طلق نار براسي ضربه براسي، اجيت اشيله وطقوني صليه منه، قالوا لك لا تشيله، طقوني صليه وشو طقوني دونكيات اثنين ماي ثلاثه. دا اسالهم ليش يحدون انت هذا رجل اليوم اللي صابيت انت راح يشيلك واللي صابيت انا راح يشيلني، انت ليش طقيته؟ ليش اعتديت عليه؟ هاي برايي قمع للتظاهرات. ليش؟ قمعونا هم ذاك يوم، احنا يوم الجمعه احنا نانا احنا نازحفون التربيه، رمي حي رمي فوق روسنا.